اذا متابعينا اهلا وسهلا متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر والعاجل من العاصمه الاقتصاديه مدينه الدار البيضاء. الحمد لله ربي اعطانا نعمه الشتاء، الحمد لله اليوم صبات بصباتش هذا الشهر كامل والاسبوع كامل، يوم الجمعه الحمد لله في هذا اليوم المبارك، وهاد الشويه ديال الشتاء اللي صبات خلفات فضيحه من فضائح ليديك اللي هي تفرقعوا القوادس للاسف في الحاله والوضعيه. شوفوا على حالة وشوفوا على فضيحة، واش شاليدات هادشي؟ أكيد لا، لأن الشتا كاينة في الدار البيضاء كاملة، ولكن الناس اللي ما دايراش خدمتها هي اللي خلفات هذا المشكل. شوفوا على فضيحة قوادس تفرقعوا ودخلوا حتى للناس للمنازل ديالهم. شوفوا على كارثة واقعة هنا في حي الحسني، أحد الأحياء المعروفة هنا بمدينة الدار البيضاء، تفرقعوا القوادس حبسوا الطريق، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا الكوارث، شوفوا شحال من قاعدة فرقع، شوفوا هنا فضيحة، هنا فيضانات كثير، هنا فيضان كبير. شوفوا للأسف هذه غير شوية ديال الشتاء اللي صبات، وشوفوا أشنو وقع. خاص المسؤولين والناس اللي كيتعلق بهم الامر يجيو ينقضوا الموقف، راه هذا الشيء غرق ودخل الناس حتى للديور ديالهم. فضيحه كريهه كاينه هنا الان في هذه المنطقه ديال الحي الحسني. شوفوا السيارات كيفاش كيدوزوا، هذا المنظر ما كنشوفوش في المغرب بزاف. شوفوا على فضيحه، صافي الدنيا غرقات بشكل كلي. شوفوا على كارثه واقعه هنا في مدينه الدار البيضاء بالضبط بحي الحسني 2024 على اليوم. شوفوا الفضيحه الكبيره، ايوا هاد الناس اللي ساكنين هنا كيقولوا بانهم عيطوا لهم اكثر من 5 ديال المرات، و تيقولوا لكم اشري كانوا جا الاول طلع كيجي كاميو كيطل وكيمشي فحالو. ها هي وقعت الكارثه دابا، كيجيو الكاميو تيشوفوا وكيمشيو فحالو، ما كيقوموش بالواجب. اليمين كاتلينا هنا نحبسوا الطريق وداكشي، كناخذوا الطوريزاسيون مع هاد الحي ومع هاد العادي. للاسف يعني هنا كارثه تقع هنا بحي الحسني، القوادس تفرقعوا والناس اصلا دار شكايه قبل، وساكنات حي الحسني كتقول بانها دائما تتشكى بسبب ان الموجه وعليكم السلام ورحمة الله. شحال من مرة كاين هذا المشكل ديال القوادس؟ ديما في الشتا ملي كتصب كيوقع علينا هذا المشكل. ديما 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 جا الكاميو الاول غير صغير، شاف داك الشيء ومشى بحالو، جا الكاميو الثاني الكبير حتى هو شاف وداك الشيء ومشى بحالو، قال لي اودي راه حنا دابا غادي نمشي نقول لهم المشكل، وانا غادي نشوف شوفوا القايد وشوفوا العميل وشوفوا هذا
يعطينا اوتوريزاسيون باش ما نحبسوش الطريق. كاميو كبير ما يمكنش لينا نحبسو الطريق، وهذا الشيء اللي عطى الله. يعني مده كبيره ونشوفوا كتسنى، مده طويله ونشوفوا كتسنى قبل ما توقع الشتاء. قبل ما توقع الشتاء، اي عارفه غادي يوقع لينا هذا المشكل. احنا يا ساكنين هذا دخل علينا الماء دابا، هذه ما خصنا. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. خشي عندنا مشكل ديما هنا، كل عام كيطرى لينا نفس المشكل، كيطرى لينا نفس المشكل، كيطرى لينا السدادر كيعمروا، الحوايج كيعمروا، الماء كيدخل، الماء كيدخل، وحنا كنعيطوا لديك لديك على ثلاثه السوايع، على اربعه السوايع، على نص النهار. هذا الموضوع هذا جبدنا معاهم شحال، هذه جبدنا معاهم، صيفطنا لهم الشكايه شو والو، ما كاين لا رد لا والو. هاد الناس هادو كيضحكوا علينا حنا، كياخذوا في الفلوس، كيعرفوا يتخلصوا من الشهر الشهر، كيجيو يتخلصوا، ولكن الخدمه ديالهم راه ما كيديروهاش. واش حنا السدادر عامرين، الارض عامره بزاف، هاد الشيء هذا بزاف. ترى الشعب، الشعب، الشعب هو اللي واكل العصا، هو الدرويش، الدرويش هو اللي واكل العصا. فين غنمشيو حنا؟ ما عندنا فين غنمشيو؟ السدادر بزاف، السدادر بزاف. ها هما 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 وريهم. كتعيطوا لهم وكيجيو شعال. انا اختي اليوم عيطت ثلاثه ديال المرات ما جاوش، فاش جاو دابا قال لك ما لقيناش المشكل. فاش كتبغيو تخلصوا انا ندخلك للدار، ندخلك للدار وحوايج هاد البديل الزروال. ما يمكنش، ما يمكنش. وراهم دار فؤاد، دار فؤاد حتى هي. واش شوف شوف الميديك اليوم دار فؤاد هي الاولى، فيضان عندهم هما الاول. اجي تشوف هنا، حنا كنقصوا فيضان. اجي تشوف فيضان، شوف فيضان هنا. اجي تشوف واحده اخرى، سير ليه، سير ليه. اجي تشوف واحده اخرى، واحده اخرى. ما يمكنش واحده اخرى. اجي ترى نوريك الداخل، اجي تشوف السدادر فين دايرين. اجي تشوف المشكل من جهه. هادشي هذا كامل حيدنا، هذا كامل حيدنا. انت شوف السد، شوف السد، نوريك البيوت. اجي تشوف، تشوف دور اخرين. اجي تشوف انت اخويا، شوف انت، شوف ها هو السطر. يلا كنعمروا السطر، نعاودوا نخويو بزاف بزاف. هاد الجهه اخرى اخويا، شوف هاد الجهه اخرى، شوف هاد الجهه اخرى. الجحره ما عندكش من تدخل ليها ايه. واحد الشوا بعدين هذيك راه مشاو بحالهم، دور بعدين تما راه ليهم. حتى خليهم مشيو، حتى يمشيو. حنا راه ميتين ميتين، حنا مشحال هذه، وحنا ميتين. يا مين هاد الناس ما بغاوش يقوموا معنا بواجبهم، لان ديما الله يجازيك داكشي اللي دار تقولوا لهم. الساكنه الوحيده خويا ضرب امان، حنا كنعانيو. الشكايه الاولى ما جابونا لا بيه لا بلا، درنا الثانيه نفس المشكل. هاد الحال بغيتي تحل لينا لي زيكو بوشين ضاربين 66 عام، وحنا في هاد الحالة دايما اختي نهضر. كل سنة، كل شتاء، كل فصل شتاء، حنا حوايجي خسروا المواطن، كل شيء. نعم الريحة خايبة. دخلي دخل الدار عندي، دخل الدار عندي، دخل الدار عندي، شوفي الحالة كي داير. لا يرتاح واحد الحالة، لا يرتاح لا باش يطلع من الوقت. حنا في دولة الحق والقانون، واش من الحق وسيدنا، واش من الحق وسيدنا. ما بغاش هاد الشيء، لا قانون مع الجمالك. سيدنا ما بغاش هادي، سيدنا كيطلع العربية. الدرويش واكل العصا، والدرويش واكل العصا، كيعرفونا بالزرواطة. هادشي باش كيعرفونا حنا، كيعرفونا بوالو. اجي خويا الله يسلمك. اجي دخل، اجي دخل ديالنا. اجي خويا نهزك، شوف اجي اجي نهزك، اجي نكتب ليه فوق من تحت، نكتب ليه فوق من تحت. المهم انا مركب، اجي المهم انا مركب، اجي نهزك، ترجع نهزك، هز والله حتى نهزك، والله حتى نهزك. هاني زيد هذا
حي ودولة الحق ودولة القانون والبلاد والبلاد والفون ديال مع الدرويش. شوف 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 شو الفون ده. شوف وكيقول لك المعيشة هم ضاربين بلاد ضارب مع الماء مع الخنز ضاربها. شوف 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 ماشي ماشي معكم ودي دولة الحق القانون. سيدنا ما بغاش هادشي. سيدنا ما بغاش هادشي. كيطلب على الإصلاح الوطن صلحوا البلاد. لما ما خدمش يمشي بحالو. لما بغاش الاصلاح ديال البلاد يمشي بحالو. حنا كنموتوا على بلادنا وعلى الصحراء ديالنا. ولا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا 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 الله. قديم الدويش ديالو يمشي في حالاتو. عطى الله الناس المسؤولين اللي يقوموا بالعمل. وبغينا النزاع بغينا النزاع. ماشي اللي جا ماشي اللي جا كيقول لك حيد الشفاره حيد حيد المجرمي كياخذوا فلوس الشهر كياخذوا من الصندوق ديال الدوله. عايشين بزاف على هذا الشيء هنايا. نهضر مع السيد سيدي. شوف 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 هذه عدار هذه عدار من 80 دار. هذه دار وحده اللي دخلنا فيها دابا من 80 دار. هذه دار وحده من 80 دار. غندوروك الديور الاخرين نفس الجهاز ديالو كلشي ما هاجم عليه وبزاف. وسيدنا وشوف فينا والشعب ديالك كيتطحن. وشوف فينا وباغي نعيشوا في هذه البلاد. وحنايا حنا باغي نعيشوا. وحيد علينا الشفاره وبزاف. وشو هذه الحياه هذه اللي عايشينها وبزاف. وتبهدلنا في هذه البلاد هذه. وحلوا لينا البيبان نمشيو. ونحيدوا من هنا نهزوا ولادنا ونمشيو. ونقعدنا ما نديروا في هذه البلاد هذه. وزاد علينا واش حنايا دراوش الله وكنعدوا الواجب ديالنا وما يجيوش يعدوا لنا الواجب. ما دام مدير ما هو مدير ما هو والو. يمشي بحال هكاكو يجيبوا لنا الناس اللي حكموا البلاد اللي كتقول لنا امور ديالنا. سيدنا ما عرف والو شادين عليه ما كيبدي يديروش ما كيبينوش ليه كياكلوا الفلوس. تمام هاد الحاله هادي اللي كاين هنايا عايشين اكثر من هنايا. ما عندنا فين نعسوا ما عندنا فين نجلسوا لا في عرشنا الخير لا في فلوسنا الخير. واش حنايا هاد الناس ياخذوا الصندوق ديال الدوله يستغلوا الشعب. حنا كنطلبوا السيد ربي من حق الله سيدنا محمد الثاني. سيدنا ما خدموا البلاد خدموا ولا ما بغاش يخدم يمشي بحالو. شوفوا الحاله كارثيه اللي كاين هنا في هذا بضرب الامل بحي حساني. ما تبقاش حي حساني. شوف كما كطالع شوف الساكنه كلها فاض على واد الحار في غياب تام لليداك اللي مسؤوله على هذا الشيء كامل. مسؤوله عن قوادس هنايا. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. البيت كله عمر البيت لا فرع. السلام عليكم سيدي. خويا هذا المشكل اللي كيبقى شحال من عام حنا كنتشكاو منه ونفس المشكل. ما كتجيش ساعه المقاله اللي جات اش دارت؟ يعني هذا ساعه المقاله واش دارت؟ هذا المشكل كنعانوا منه شحال من عام وحنا كنعانوا نفس المشكل. واش يعرفوا المهم وكنعيطوا عليهم وكيجيو وكيصيبوا كيقادوا عاوتاني كل نفس كيرجع لنا المشكل. واش نقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شاشه ديال الحاله فين هو هاد خنوش؟ فين هما في الوزاره؟ فين هما في البرلمانيين؟ فين هما الناس اللي كيقوموا بالعمل؟ الله يرحم لك الوالدين اسيدي هاد النداء توصلوا ليهم. كيف كتشوفوا متابعي قناه شوف تي في الديور هنا كلهم بحال الحسني غرقوا كيقولوا ماشي اول سنه كيطرى لهم هذا الشيء وهي سنوات. فاش طرى لهم هذا الشيء ماشي غير سنه وحده هما تيتشكاو وما كاين حتى شي حل. هي اللي ديك دابا مشات
ليديك ليديك مشات قبل الوقت بلا ما تصلح. خويا والله خويا قول واحد كلمه واحد صافي. إذن كيف كتشوفوا متابعينا فضيحة ليديك والكاميو ديال ليديك مشى قبل الوقت بلا ما يصلح هذا الشيء. عام سيف شوف شم. إذن متابعينا وصلنا لنهاية هذا البث.